والركنيه الاولى للنادي الافريقي 1-1 على مستوى الركنيات. اخصائي التنفيذ تجري بالعيد بالراس والهدف الاول للنادي الافريقي، الهدف الاول عبد المؤمن جابو. 1-0 للنادي الافريقي، 15 دقيقه لعب على كره ثابته، التجري بالعيد وعبد المؤمن جابو في الاستقبال في القائم الثاني. 1-0 تربي الاهداف، قلت خابت الاهداف منذ 10 مقابلات، والبدايه بهدف للنادي الافريقي منذ الدقيقه 15، اول ربع ساعه في المباراه اول هدف. هذه كره الهدف، هذه الاعاده التجاني بالعيد وعبد المؤمن جابو دون رقابه في القائمه الثاني. القصير جابو وحده بعد لمس كره من فوسيني كوليبالي، ديفيا كانت الكره فوسيني كوليبالي يعطي كره بالراس لعبد المؤمن جابو وراي هبل مباركي بالراس، افتتح باب التسجيل للنادي الافريقي. 1-0 للنادي الافريقي ضد الترجي الرياضي، هدف الجزائري عبد المؤمن جابو، رابع اهداف عبد المؤمن جابو هذا الموسم مع النادي الافريقي. هذه عادة اخرى بالعرض البطيء لهدف المباراه الى حد الان الوحيد. احمد العكاجي، العكاجي يهرب بحسين ناطر، احمد العكاجي مع زوير الذوادي وزع، يتدخل هشام بالقروي يعطي كره قصيره الى حسين ستيفان ناطر. 3-4 ضد 3 للافريقي التجاني بالعيد. حسين ناطر يلعب كره يبدل اليمين وين موجود صابر خليفه مع خيلان الشعلاني بالراس، يلعب كره مع التجاني بالعيد والثاني للافريقي، الهدف الثاني للنادي الافريقي. التجاني بالعيد كره مخدومه مليح، هجمة كانت معاكسة، كانت كرة وهجمة للترجي من ركنية في توقيت 57 دقيقة لعب، كرة من ركنية للترجي الرياضي يقطعها بالقروي ناطر يبدل اللعب صابر خليفة. هذه الكرة شوف من خرجت الكرة من هشام بالقروي إلى حسين ستيفان ناطر، لمسة واحدة اللمسة في الهجمة المعاكسة، يلعب الكرة خرجت من التجاني بالعيد يبدل الكرة تعاود توصل صابر خليفة، لمسة بالراس بالعيد ويصوب قوية غلط معز بن شريفية. 2-0 للنادي الافريقي، قلت ستأتي الأهداف، هي مباراة الدربي، هي مباراة الأهداف، مباراة الفرجة والمتعة. والافريقي لحد الان بهدفين مقابل صفر يستغل بطء عوده دفاع الترجي على الكره الثابته. هذا هو الدربي، هي الجزئيات، هي النقص في التركيز قد تاتي بالجديد للمنافس. التجاني بالعيد كره على الطاير كما جات، ما يعرف سرها كان التجاني بالعيد يخالط الحارس معز بن شريفيه. اثبت الكرة للترجي الرياضي التونسي من حسين الراقد، كيف ستكون هذه الدقائق الأخيرة، العشر دقائق الأخيرة، كيف سيتصرف الترجي وكيف سيتعامل الإفريقي مع هذا التقدم الكرة والهدف الأول. الترجي يذلل جوزيف يعني كنجانج. أي أي أي، مباراة أخرى، مباراة أخرى، 81 دقيقة لعب، جوزيف يعني كنجانج أهدرها في الدقيقة 64 من ضربة جزاء ويذللها في الدقيقة 81 بعد كرة كانت غنية كامرونية 100% من أريسون أفول، خطأ من محور الدفاع الإفريقي ويانيك وحده دون رقابة دون صعوبة. شوف التوزيعة من أفول والخطأ من سيف دقاع ويانيك ما يلقى حتى صعوبة في إسكان الكرة للشباك. 2-1، ألم أقول لكم أنها مباراة الأهداف؟ هي مباراة دربي بأتم معنى الكلمة، التسابق والتلاحق، الفرجة والمتعة، الحماس والتشويق. يخرج غيلان الشعلالي ويدخل محمد علي من الحكم المساعد الثاني ماجد رحومة، حمراء وصفراء تصبح للترجي. كرة من إدريس سالم حيرسي مع زيدو، يدخل إدريس ويتصدى فاروق ويبقى يانيك، وهدف التعادل للترجي، هدف التعادل للترجي. 2-2 هدف التعادل في توقيت 87 دقيقة. ملا دربي، ملا دربي، ملا مباراة. 2-2 والترجي يعود من بعيد بثنائية الكامروني جوزيف يعني كنجان. دربي غير عادي في مواجهة غير عادية بين فريقين غير عاديين في كرة القدم التونسية. جوزيف يعني كنجان بعد 2-0 للنادي الافريقي، 2-2 الترجي عدلها في 87 دقيقة لعب، كرة أخرى.
أخرى من يسار دفاع عن النادي الإفريقي. التوزيعة بدريس المحيرسي يهرب بسيدو صليفو يصوب قويرة يرجعها فاروق. دوزيام بال المتابعة كانت مفقودة من هشام بالقروي والتغطية وجوزيف بالراس يحط كرة. شوف ماذا فعل دريس المحيرسي يصوب قويرة فاروق والخلبة للكاميروني جوزيف مع هشام بالقروي في الحوار الثنائي. الديربي يبقى ديربي، الديربي يبقى ديربي. من كان يتكهن ومن كان يتصور ومن كان يتخيل؟ والكرة ما زالت والأهداف لا تزال في هذا الديربي المشوق. كرة من جديد ترجع للنادي الإفريقي المخالفة اثنين.